زي النهارده سنة 636 استطاع المسلمون الانتصار على الروم في معركة اليرموك، وتم قتل 50,000 من الروم و 3,000 من المسلمين. وبعد معركة اليرموك فتحت باقي بلاد الشام وسقطت الدولة البيزنطية. وسنة 1099 حدثت معركة عسقلان، آخر معارك الحملة الصليبية الأولى، وانتصر الصليبيين على الفاطميين. وسنة 1164 انتصر المسلمون انتصار كبير جدا على الصليبيين في معركة حارم شمال حلب بقيادة السلطان العادل نور الدين زنكي. وزي النهاردة سنة 1809 تم نفي الزعيم الوطني عمر مكرم إلى دمياط بقرار من محمد علي باشا، بالرغم من دور عمر مكرم في وصول محمد علي باشا إلى حكم مصر سنة 1805. وسنة 1928 بدأ أول بث تلفزيوني منتظم في مدينة نيويورك لمدة ساعتين في 3 أيام كل أسبوع. وسنة 1945 الاتحاد السوفيتي يحتل كوريا الشمالية. وسنة 1946 المملكة المتحدة تأمر بوقف الهجرة اليهودية إلى الأراضي الفلسطينية. وسنة 1949 تم توقيع معاهدة جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب. وزي النهاردة سنة 1952 انضمام ألمانيا الغربية واليابان إلى صندوق النقد الدولي. وزي النهاردة سنة 1981 ظهور أول جهاز كمبيوتر من إنتاج شركة IBM. وزي النهاردة في 2012 إحالة وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان الفريق سامي عنان إلى المعاش، وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي قائدا للقوات المسلحة ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي، وتعيين المستشار محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية. وزي النهاردة سنة 1990 اتولد اللاعب الإيطالي ماريو بالوتيلي. وزي النهاردة سنة 1973 مات العالم والفقيه التونسي محمد الطاهر بن عاشور صاحب تفسير كتاب التحرير والتنوير. يوم 12 أغسطس هو اليوم الدولي للشباب وعيد الأم في تايلاند وعيد القوات الجوية الروسية. استنونا بكرة إن شاء الله في فيديو جديد هنحكي فيه أحداث 13 أغسطس.